مشاهد مليئة بالحب والتضحية لحاجة سورية تساعد زوجها المقعد على أداء فريضة الحج. السيدة وزوجها مشاهدين القادمان من شمال سوريا سعياً إلى تحقيق حلمهما بالحج سوياً، حيث تبذل الزوجة الكثير من الجهد لإعانة زوجها الذي لم ينسى معروفها كما سنشاهد في هذا الفيديو. اسمي نضال أحمد، أنا من سوريا. والله هي زوجتي وهي اللي يعني بعد إصابتي والحمد لله رب العالمين، إصابتي يعني عندي بتر بالأطراف الأربعة، يعني هي تساعدني بكل أعمالي اليومية الحمد لله رب العالمين، يعني أعمال اللي تحتاج أكل، خدمة شخصية، حتى أحيانا دفع بالعربة. الحمد لله أنا كمان أحسن أمشي يعني مسافات بسيطة، ممكن يعني 1 كيلو 2 كيلو الحمد لله رب العالمين، بس أحيانا أريح نفسي مشان ما يصير جهد على الأطراف. والله هي يعني وجودها الحمد لله، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالوصول للحج يعني وقضاء هذا المنسك العظيم الحمد لله رب العالمين،